مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. فالنهار ان شاء الله نقدم لكم واحد الحلقة ديال الناس اللي عندهم مشاكل ديال النمو الضعيف عند الأرانب. يعني اللي بغى الأرانب ديالو يوليو حيويين، يوليو ياكلوا، يوليو يعني الشهية تكون مفتوحة. اليوم جبت لكم واحد يعني واحد الحل يعني سريع للغاية. النسبة ديال التحويل، يعني شحال من واحد عنده يعني كيحس بالأرانب ديالو واخا كيعطيهم الأكل ما كياكلوش، خصوصا فصل الصيف. في الصيف الأرانب كيوليو يعني واخا تحط لهم الماكلة ما كياكلوش، المهم ضعافين، يعني عندهم دوك حنا كنقولوا مسلسلين في تسلسل في يعني في الظهر ديالهم، كتلقاهم واخا كياكلوا ضعافين، هما هكاك دايرين. اشنو خاصهم هاد الارانب؟ خاصهم فيتامينات. غادي نهضر لكم على واحد الفيتامين هاد النهار اللي في الحقيقه راني كنجربو، يعني كنستخدمو عفوا هادي سنين. كاينين بزاف ديال الماركات ديال لي فيتامين، ولكن هاد الفيتامين بالذات يعني راه صالح 100% للارانب. هو مجهد بزاف على الارانب، يعني كيما كياكلو كيوليو كتحس بهم كيوليو ينقزوا، يعني اسمو هي كينقزوا. اشنا هي كينقزوا؟ يعني راهم ولاو بصحه جيده. اذا الفيتامين راه خاص هو هذا، انتم كما كتشوفوا معايا الفيتامين راه خاص بالارانب والجميع الدواجن والطيور. يعني السميه ديالو اونتي بيوفيت. كاين واحد اخر سميتو سوبر لاير، يعني كيختلف في الثمن مع هذا. يعني ولكن ملي كتقراو هنايا لي فيتامين اللي فيه، راه فيه شي فيتامينات يعني بزاف، يعني بلا ما نبقى نهضر لكم على كل فيتامين بوحدو، ولكن هاد لي فيتامين هادو راه ما كاينينش في شي يعني فيتامين واحد اخر. يعني هذا اونتي بيوفيت فيه بزاف ديال الفيتامينات، خلاف على الاسماء ديال الشركات الاخرى. انا ما كنديرلوش يعني يعني لا 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 الاشهار، ولكن انا راني جربته. ها هو فيه هنايا اوكسيد تراس سيلين، وكاين بلس فيتامين، بزاف الفيتامينات. هذا الفيتامين يعني اللي كتقلبوا مثلا سوبر لاير واحد الفيتامين اخر، ما كتلقاش هاد المكونات كلها كاينه في الفيتامين. هاد الفيتامين فيه كميه كبيره، اولا انتم راني استعملته راه كيكون عامر بزاف. الثمن ديالو 25 درهم. سوبر لاير فيه 20 درهم. سوبر لاير حتى هو مزيان، ولكن هذا يعني راه بالتجربه راه جد فعال، لا بالنسبه للارانب، لا بالنسبه للطيور، لا بالنسبه للدواجن. اي يعني حيوان عندكم كتربيو راه يعني صراحة انا ملي كنديرو كنحس بالارانب ولاو كيبغيو ينقزوا، يعني من شده القوه ديالهم، تبارك الله صلاح النبي. اذا المقادير، وهي ملعقه كبيره في لتر ديال الماء كديروها لهم. هذاك لتر ديال الماء كتدوره لهم كاملين، ماشي من لابد ما يكون يا هذا الفيتامين، ماشي بالكم، هو ماشي بالكم، هو كدير منه معلقه في فيترو ديال الماء وكتدورها عليهم كاملين، يعني الماء اللي كاين. انتم كما كتشوفوا معايا دابا صافي، راه العشيه جات، شوفوا اللون كيفاش كيولي ديالو، كيبدا كيولي مائل للاحمر. يعني في الاول كيكون اصفر، ومن بعد كيولي احمر، يعني بحال كيقول لك صافي بدلني، لان حتى الريحه ديالو كتبدل. هاد الفيتامين غادي ديروه لمده 3 ايام الى 4 ايام. الناس كاين اللي باغي يديروا يولي صافي، يعني عنده شي مشكل في الارانب ديالو، ممكن ديروا 4 ايام، ولكن هو 3 ايام راه كيولي كافي. راه كنتوما غادي تلاحظوا ان الفرق من 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 من, من, من اليوم الاول، غير كي كيشربوا منه، غير كيفيه الاعطاء، حيدوا لهم الماء واحد النهار يعني باش يعطشوا مزيان، والغد ليه عاد اعطيهم الماء. يعني الماء فيه الفيتامين، راه كي كيشربوا منه كيوليو حيويين، كيوليو كيجريو. انا هادو علاش درت لهم هاد الفيتامين هذا؟ بانوا ليا ما بقاوش كما كانوا، لان الصيف والحراره هاد الفيتامين راه كنا متاكدين حتى
المقاومه ديال الحراره راه كيوليو يقاوموا الحراره، يعني ديروا لهم واحد 3 ايام وتفوت واحد 15 يوم عاود عاودوه لهم، راه كونوا متاكدين هذا الفيتامين راه رائع. حنا ماشي قلت لكم كندير يعني اشهار لهذا الفيتامين، ها هو واحد الارنب عضني هانتوما كتشوفوا، ها هو معليش هذه عضه مباشره. اذا كما قلت لكم هذا الفيتامين راه ماشي غير فيتامين عادي، وانما راه يعني كيردهم بصحه جيده للغايه. الثمن ديالو 25 درهم. الحلقه ديالنا هي هذه. الناس اللي بغاو يسولوا واش ممكن ان نعطيوه لجميع الارانب، ممكن انكم تعطيوه لجميع الارانب، ممكن تعطيوه للصغار يعني بعد الفطام، ممكن انكم تعطيوه للامهات. ها انتما راه كاين اللي حامله هنا يوم ممكن نعطيوه لها، ممكن نعطيوه للذكور كذلك. اللي يلاه عاد غادي يعني هم يبلغوا، ممكن انكم تعطيوه حتى بعد الفطام مباشر، ما يضرهمش، بالعكس غادي يفيدهم ويفيدهم بزاف. اذا هاد الفيتامين راه كي كديروا لهم كيوليو بصحه جيده. الناس اللي عندهم مشاكل يعني لا في الصيف لا في الايامات العاديه راه رائع ويعني جد جد فعال. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، حاولوا انكم تدونوا هاد السميه هذه وتعقلوا على الباكيه هذه، راها في الحقيقه يعني غادي تفيدكم وتفيدكم بزاف. اذا الناس مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، ما تنساوناش بجير جام، تكيو على زر جام باش تساندونا نزيدو قدام بقاو نصيفطوا لكم مثل هذه الفيديوهات. تكيو على زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله ان شاء الله.